يمكن ده اللي توقعته حضرتك، قلت ان السكور هيفتح بس مش قوي، مش للدرجه يعني 22 بونت برضو يعني سكور، ولكن زي ما حضرتك توقعت. هو الماتش ده خلاصته او فايدته او البهريز بتاعته في ان اللعيبه الناشئين يبتدوا يضيعوا الرهبه الله عليك بتاعت الماتشات، صح. وان هم يطأوا الملعب او ينزلوا الملعب دلوقتي في اول صحيح. مره كده. فطبعا لما يبقى الماتش بهذا الشكل، وممكن يعني مثلا زي عمرو علاء زهران لما لسه هسأل حضرتك، انت شايف مين بعينك بقى، بعين الفني وكابتن سلاوي طبعا ربنا الكبير، بعينك الفنيه كده مين اللي لفت نظرك من الناشئين اللي طالعين؟ انا طبعا كان النهارده كويس قوي عمرو علاء زهران، و مالك ابو الفتوح برضك كان هايل، وبيبو اللي هو ابراهيم علاء زهران، ومؤمن طارق خيري كمان كان كويس، كان كويس قوي، وحتى يوسف حامد.